السياسة الواعدة في مجال الطيران وتعزيز مكانة المغرب الإقليمية، سهرت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك على تبني استراتيجية طموحة، وهي استراتيجية أجواء المرتكزة على 8 محاور رئيسية والرامية إلى تطوير النقل الجوي في أفق سنة 2035 بغلاف استثماري ضخم يصل إلى 40 مليار درهم لبناء وتطوير المطارات. وإضافة للاستثمار في البنية التحتية، تم تخصيص 37 مليار درهم لتطوير الأسطول الجوي و5 مليارات درهم أخرى للتكوين والتعاون، كما سهرت على تطوير وتحديث الإطار المؤسساتي والتشريعي المتعلق بسلامة الملاحة المدنية من خلال المصادقة على مدونة الطيران المدني سنة 2016. وقد عرفت الفترة الممتدة ما بين 2012 و2016 إنجاز العديد من مشاريع تطوير البنية التحتية المطارية، أبرزها توسعة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بغلاف مالي قدره 1,640,000,000 درهم، ناهيك عن بناء محطات جديدة بكل من مطار مراكش بكلفة تناهز 1,220,000,000 درهم ومطار الناظور بكلفة 315,000,000 درهم. كما كلفت المحطة الجديدة بمطار فاس سايس 479,000,000 درهم، إضافة إلى بناء مطار بن ملال بقيمة 195.6 مليون درهم، وكذا تطوير أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني بغلاف 124,000,000 درهم. وقد عملت الوزارة أيضا على بناء مركز المراقبة الجوية الجهوية لأكادير بقيمة مالية تصل إلى 89,000,000 درهم. وقد تم العمل على تعزيز مكانة مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء كقطب جوي إفريقي، حيث ارتفع عدد الرحلات الجوية الأسبوعية في هذا المطار من 579 رحلة سنة 2012 إلى 704 رحلات خلال 2016. هذه الحزمة من الاستثمارات المندمجة ستمكن المملكة المغربية من رفع عدد المسافرين عبر الجو من 17.3 مليون راكب خلال سنة 2014 إلى 70 مليون راكب في أفق سنة 2035، كما سيرتفع حجم نقل البضائع جوا من 54 ألف إلى 182 ألف طن بحلول 2035. كما أولت الوزارة أهمية لطيران الأعمال من خلال إطلاق دراسة لتطوير هذا المجال ترمي إلى توفير رؤية واضحة حول هذا النشاط ومده بإطار قانوني وتنظيمي يضمن جودته ومردوديته الاقتصادية، فضلا عن الاستجابة للطلب المتزايد على هذا النوع من الخدمات. وبهدف فك العزلة عن مختلف جهات وأقاليم المملكة وتحقيقا للعدالة المجالية، عملت الوزارة على التوقيع على 7 اتفاقيات شراكة مع مختلف الجهات المعنية من أجل خفض تسعيرة التذاكر، ووعيا منها بأهمية العنصر البشري في تطوير قطاع الطيران، تسهر أكاديمية محمد السادس للطيران المدني على تكوين أطر عليا قادرة على التجديد والابتكار في مختلف فروع ميدان الطيران المدني. كما سهرت الوزارة على توقيع عقد برنامج مع الخطوط الملكية المغربية في الفترة الممتدة بين 2011 و2016 من أجل إعادة هيكلة هذه الشركة الوطنية وتعزيز مكانتها خاصة اتجاه إفريقيا. وبفضل هذا التوجه باتت الخطوط الملكية المغربية ثاني ناقل جوي على المستوى الإفريقي، حيث فتحت 15 خطاً جديداً في اتجاه 12 بلداً إفريقياً. وبهذه الرؤية الاستراتيجية التي تبنتها البلاد في قطاع الطيران، سيعزز المغرب مكانته كقوة إقليمية وقارية في مجال الملاحة الجوية، ومعها سيتعزز التماسك الاقتصادي لتتحسن به مؤشرات التنمية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.